نشرت مي نور الشريف صورتها مع خالتها نورة، وكانت لبست الحجاب من حوالي 25 سنة. وادي أول أزواجها اللي هو حاتم ذو الفقار، وادي نور الشريف كان في الفرح، ومحمود عبد العزيز الله يرحمه، وتورته 10 أدوار. وكانت اتخطبت لمحمد حسن رمزي اللي هو شقيق هدى رمزي، ودي صورة نادرة ليهم. وبعد كده اتجوزت هشام طلعت مصطفى، اتطلقت منه 3 مرات، وفي الآخر طبعا فصلت. وهنا في زفاف سارة بنت نور الشريف، وادي هنا مع سارة نور الشريف، وده الظهور لمي نور الشريف مع باكينام بنت صلاح رشمان.